السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا طلاب الصف الثالث من مدرسة وأكاديمية أطفال الرمثة النموذجية، أهلا وسهلا فيكم يا ثالث لليوم بحصة جديدة من حصص اللغة العربية بعنوان أسماء الإشارة. هي قاعدة طبعا مرقت عليكم يا ثالث من قبل، ولكن ليست بشكل موسع، إن شاء الله راح نوسع فيها اليوم للقاعدة. القاعدة بعنوان أسماء الإشارة. القاعدة بعنوان أسماء الإشارة. فما معنى أسماء الإشارة؟ ما معنى أسماء الإشارة؟ في البداية يا ثالث، من اسمها هي أسماء تستخدم للإشارة إلى شيء معين. هذا الشيء المعين إما قريب أو بعيد. إذن إما قريب أو بعيد، بستخدم هذه الأسماء يا ثالث للإشارة إلى الأشياء. هذه الأشياء أشياء معينة بتكون إما قريبة أو بعيدة. مرة ثانية، أسماء الإشارة هي أسماء تستخدم للإشارة إلى شيء معين. هذا الشيء إما أن يكون قريب أو بعيد. عندما قلنا يا ثالث بأن أسماء الإشارة بستخدمها للأشياء حتى أشر إلها سواء كانت قريبة أو بعيدة، معنى ذلك بأن هنالك نوعان من أنواع أسماء الإشارة. إذن أنواع أسماء الإشارة أو أقسامها، تقسم أسماء الإشارة يا ثالث إلى قسمين. القسم الأول أسماء الإشارة طبعا المستخدمة للقريب، ورقم اثنين أسماء الإشارة المستخدمة للبعيد. راح نميز يا ثالث بينهم، راح نعطي أمثلة على مجموعة هذه الأسماء. نكمل يا ثالث، قلنا بأن أسماء الإشارة تقسم إلى قسمين، أسماء الإشارة المستخدمة للقريب وأسماء الإشارة المستخدمة للبعيد. إذا أردنا تحديد أو الإشارة لشيء معين سواء كان قريب أو بعيد نستخدم أسماء الإشارة. فسنتعرف إلى أسماء الإشارة المستخدمة للقريب، وهي هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. هي أسماء إشارة استخدمت للقريب. فهذا يستخدم يا ثالث للمفرد المذكر، يستخدم للمفرد المذكر. مثال ذلك عندما نقول هذا طالب مجتهد، هذا طالب مجتهد، فهذا العائد طبعا المقصود بها الإشارة إلى الطالب، والطالب هي عبارة عن مفرد مذكر، فاستخدم اسم الإشارة هذا للإشارة إلى هذا الطالب وتحديد بأنه مجتهد. الآن ننتقل إلى اسم الإشارة الثاني وهو هذه. طبعا هذه يا ثالث اسم إشارة يستخدم للمفرد المؤنث، يستخدم للمفرد المؤنث. مثال ذلك إذا تم تحويل هذا المثال من حالة المذكر إلى حالة المؤنث، أقول هذه طالبة مجتهدة، هذه طالبة مجتهدة. الآن التحويل، هذه جاءت طبعا للإشارة إلى الطالبة، والطالبة بوجود التاء هي دلت على مفرد مؤنث، دلت على مفرد مؤنث. إذن هذا للمفرد المذكر وهذه للمفرد المؤنث. بنتقل يا ثالث إلى اسم الإشارة الثالث المستخدم للقريب وهو هذان. من لفظية ثالث دلالة على المثنى، فهو يستخدم للمثنى المذكر. مثال على ذلك عندما أقول هذان معلمان ماهران، فهذان كانت اسم إشارة للمعلمان، تم الإشارة للمعلمان في هذه الجملة، فالمعلمان بوجود ألف التثنية مع النون المكسورة، زي ما تعلمنا دائما أن نون المثنى مكسورة، فهو مثنى مذكر، لذلك كتبت هذان استخدمت للمثنى
المذكر. الآن هاتان استخدمت أيضا يا ثالث للمثنى المؤنث. مثال على ذلك لو حولنا هاي الجملة دلالة المثنى المذكر لمثنى مؤنث، نقول هاتان معلمتان ماهرتان. تعلمنا يا ثالث كيف تحويل المفرد إلى مثنى مذكر ومؤنث، فهاتان جاءت هنا للدلالة على المثنى المؤنث المقصود بها هنا المعلمتان، تمت الإشارة للمعلمتان فجاءت هنا مثنى مؤنث، لذلك استخدم هاتان للمثنى المؤنث. بنتقل يا ثالث إلى آخر اسم إشارة للقريب وهو هؤلاء. هؤلاء يا ثالث إلى استخدامين، إما بستخدمه للجمع المذكر وإما بستخدمه للجمع المؤنث. كيف بدي أأكد على هذا الكلام؟ من خلال الأمثلة. رح أكتب مثال على جمع مذكر ورح أكتب مثال على جمع مؤنث. خليك معي يا ثالث. في البداية على جمع المؤنث أقول هؤلاء علماء ماهرون. الآن هؤلاء تمت الإشارة إلى كلمة علماء، العلماء هنا جاءت جمع، علماء جمع مذكر، فلذلك استخدمت هؤلاء في جمع المذكر. بنتقل الآن للجمع المؤنث، هؤلاء معلمات بارعات. إذن هنا هؤلاء المقصود بها أو الإشارة كانت للمعلمات، والمعلمات جمع مؤنث سالم، فلذلك استخدم هؤلاء استخدامين، هؤلاء استخدم للجمع المذكر وأيضا تم استخدامه للجمع المؤنث. تمام يا ثالث؟ بنتقل يا ثالث إلى القسم الثاني من أقسام أسماء الإشارة وهي أسماء الإشارة المستخدمة للبعيد. طبعا أسماء الإشارة المستخدمة للبعيد هي ذلك، تلك، أولئك، إلها استخدامين يا ثالث، رح من خلال الأمثلة إن شاء الله والشرح رح يتوضح ليش كتبت أولئك مرتين. الآن في البداية عندما أرى كلمة ذلك سأعرف بأن المقصود بها ذلك هو مفرد، ذلك هو مفرد وهو مفرد مذكر، وهو مفرد مذكر. عندما أقول في مثال ذلك ولد شقي، ذلك المقصود بها هنا أو الإشارة كانت على الولد، وجاء الولد هنا مفرد مذكر، مفرد مذكر. الآن بنتقل إلى استخدام تلك. تلك يا ثالث هي تستخدم للمفرد المؤنث عندما أقول في المثال تلك بنت مهذبة. إذن يتم الإشارة في البعيد عن فتاة أو عن بنت، استخدمت تلك المقصود بها هي البنت فدلت على مفرد مؤنث، مفرد مؤنث. أما بالنسبة لاسم الإشارة أولئك فسأستخدم أولئك استخدامين، الاستخدام الأول وهو للمثنى. طبعا المثنى يا ثالث بفرعين بنوعين، مذكر ومؤنث، مذكر ومؤنث. أقول في مثال أولئك ولدان شقيان، وفي حالة المؤنث أقول أولئك بنتان مهذبتان. إذن حولت المفرد إلى مثنى، مثنى مذكر ومثنى مؤنث. أما الاستخدام الثاني لأولئك فجاءت للجمع طبعا بنوعين، الجمع مذكر ومؤنث، إذن مذكر ومؤنث.
ولكن في حالة الجمع. مثال على ذلك على كل نوع طبعا من الأنواع، إذا بتلاحظ يا ثالث أقول أولئك معلمون بارعون، معلمون جمع مذكر، وأقول أيضا أولئك معلمات، أولئك معلمات بارعات أو ماهرات. فكلمة معلمات دلت على جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم، فلذلك أستخدم أولئك للجمع المذكر والمؤنث. إذن يا ثالث مرة أخرى أذكر بأن أسماء الإشارة هي أسماء تستخدم للإشارة إلى أشياء معينة سواء كانت قريبة أو بعيدة. طبعاً عندما عرفتها وقلت بأنها تستخدم للأشياء القريبة والبعيدة، أي أن هنالك نوعين من أنواع أسماء الإشارة، أسماء الإشارة للقريب مثل هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، وبينا استخدام كل منها. والنوع الثاني هو أسماء الإشارة للبعيد، ذلك، تلك، أولئك. أولئك بتركز عليها، بستخدمها استخدامين في حالة المثنى وفي حالة الجمع بنوعي المذكر والمؤنث. وإن شاء الله يا ثالث بتكون القاعدة سهلة عليك، ويعطيك العافية.